السلام عليكم خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا مقبلين على شهر شعبان ان شاء الله ورمضان، الله يدخل علينا الجميع بالصحه والعافيه والرزاق والتيسير. واليوم جاكم واحد الفلوق جديد. الا ها شنو علاش جينا اليوم؟ ماما شنو هو ناكلو؟ فيسا. خوتي تقريبا واحد الاسبوع هي باغا تاكل الفيسا، باغا تحماق، واذا مسكينه الله يعطيها الخير كانت مريضه وكانت عيانه، الله يرزقها الشفاء العاجل. فمسكينه مشات تقدا الدجاج وتقدات كل شيء وجدت لنا الفيسا، وغادي يجي لنا كلو الفيسا مع لالا الاء. لالا ساره اهلا وسهلا الحباب ديالنا، شخباركم؟ لبسيكم؟ تتمناكم دائما تكونوا بخير وعلى خير كما العاده، ولهلا خطاكم علينا والله يكبر بكم. وشكرا على الكومنتات زوينه. هيا تسالي لي يبقى فيها الحاجات كتا انا بغيتي تنسي الفيسا. ايوا اليوم اخوتي جينا بارطاجيو معكم واحد الجلسه عائليه مع الوالده والبنات وناكلوا الرفيسه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بقاو معنا في تم الفيديو ما تمشيو فين. بسم الله ما شاء الله. هذه وايد الله يعطيك الصحه. صحتكم اختي ايمان. صحه يعطيك الصحه. لاله ساره عرفتي شنو الصحه طايره قسما بالله. قلت لا ايمان جيبي لي معقله. معقله هي شنو هي؟ معقله هي معلقه معقله. ولاله بصحتكم وراحتكم. خوتنا المشاهدين سامحونا، والمره اللي كتوهم تسامحنا. الويده ديالي خطيره في هذا العجب، وهذيك هذيك اللعيبه ديالها ديال العرعار ولا ديال اللوز ولا ديال اش؟ قصريه ديال اللوز. ديال اللوز ديال القرقاع. لا سميتو العرعار كيكون حار ريحته فيها ياك. ديال القرقاع مزيانه هادشي ماكله فيها واعر. اللهم بارك. دابا هاد الماكله على الشرف ديال لالا الاء. في طريق الاء حنا غناكلوا هاد الرفيسه. معيكله ليليا. لا لا ليليا شو بنتي ليليا مسكينه كاع ليليا كتموت على الرفيسه كتشوف فيكم مصدومه صافي عاد فيهم الجوع. ايوا لالا بصحتكم وراحتكم. الله يعطيك الشفاء العاجل. هذاك الشيء فيه السمينه وفيه مسيخنات. ايوا مزيان بصحتكم. هي هذه الرفيسه تاع البرد. لالا ساره اسيدي خلينا برا كنكل حنا راه تنموتوا بالجوع الصراحه. تنكملوا الفيديو من بعد. يلا خوتنا خلينا نعمروا الكريشه ونرجعوا لكم ان شاء الله. السلام عليكم. لالا ساره صافا؟ البرودي مخيشيشات. امتى ان شاء الله نشوفهم كبروا ساره؟ ان شاء الله يلا ندخلوا. ديالنا من بعد ما كلينا الرفيسه الله يعطيها صحيحتها خالتي حمزه خرجنا وخرج الوليدات وبغينا نتنفسوا شويه عيينا خوتي من تمارات تاع الرحيل. عرفتي ما ساهلش حتى شي حاجه ما ساهلاش. ضربنا التماره ديال بصح لا في الرحيل ديالنا لا في شحال من حاجه راه ما ساهلش. راه اللي تيرحل وتيرحل راه تيعرف شنو المعنى ديال هذه الكلمه. مي الحمد لله دابا ولات تترخف شويه ومزيانه جاتنا مع حد بابا وماما وخوتي كلهم باقيين فاس. قلنا بشويه علينا كل نهار كنزيدوا شي حويجه كل نهار تزيدوا شي حويجه. المهم اخوتي الحمد لله رب العالمين كما قال ساره ونكرر عليكم ان تحول المساج في تماره وفي كذا. وساره مسكينه ما خرجاتش من نهار تحولنا. راك عارف الفرحه ديال الدار والترتيب ديال الدار وهذه خصانه وهذه خصانه. عرفتي الوقت كيطير. عرفتي تخيلوا من الصباح تنقصوا بهذه قاد هذه ديال هذه تتلقى راسي 12 الليل. كيفاش هذا الشيء؟ ومعلوم كتقول لك هنا غندير ميكرووند، هنا غندير الثلاجه، هنا كاين الصابون، هنا غندير هذا الماريو، هنا غندير هذه. تراك دير تراك تجيب وان شاء الله غندير واحد الموديكاسيون غنديرو هنا غنديرو هنا غنديرو هنا. الحمد لله الله حقق لنا واحد الحلم اللي كنا كنتمناوه من نهار تلاقيت مع ساره. وكنتمنى اي واحد ربي سبحانه وتعالى يوفقوا لهذا الحلم. هذا هو قبر الحياه اللي ما تبقاش تنتقل ديما. حتى الا درتي شي موديفيكاسيون غديرها في دارك. الحمد لله رب العالمين. وساره كنقول لها شكرا بزاف مسكينه تمحنات بزاف. التمارات ديال الرحيل والتطراف والى اخره صعيبه داك الشيء بزاف. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله بخير وعلى خير. وحقه ومساله اخرى اللي هي اللي خلتنا نديروا هذا الفيديو هذا. يلا بغيت نقولها لهم. شحال من واحد في الكومنتات تيسولونا عافاكم ساره قولوا لنا بالنسبه للدعم واش هاد الدار خديتيوها بالدعم ولا لا. فعلا اخوتي وجدت توضيح اللي غادي نوضحوا وقلت لحمزه قال لي ماشي مشكل بينوا الناس على اساس
الدار ديالنا واش بالدعم ولا ماشي بالدعم؟ حتى الموضوع اللي بالدعم بشكل عام نتكلموا عليه. بالنسبه لخوتي الدار ديالنا حنا بروموتور بناها في 2019. ما علاش الدعم؟ لان الدعم كيبدا من 2023 وطلع، وحنا عرفنا الدعم واللي كلشي قال الدار اللي قل من 30 مليون كتعطى عليها 10 مليون، والدار اللي فوق 30 مليون كتعطى عليها 7 مليون. وكنظن لانني انا بحالي بحالكم كنظن ان ربما هذا السكن الاقتصادي هو اللي غيولي 30 مليون وغتاخذوا عليه الدعم. مي بالنسبه للموين ستاندينغ ولا ستاندينغ اللي ندي باسي 30 مليون فيه الدعم، لان هذاك الشيء راه سيدنا الله ينصرو هو اللي دار هذا الشيء للرعايه ديالو. واي واحد راه غادي يمشي يسول اي واحد في جامعه ولا عماله في ليبرو اللي كانوا غيداروا ولا غيتكرياو، راه يمشي كيدفع الدوسي ديالو كيقيد راسو ويمشي كيقلب على الدويره ديالو. راه ميم با واحد ظرف قياسي كيقولوا ميم با كان جوغ ولا كذا، راه كيعطيوك لا ريبونس سيغ لو شون. حيت ما يمكنش هادشي. انا كنستغرب الناس كيبقى يطرحوا تساؤلات، راه هادشي راه قرار من عند سيدنا، راه ما فيش لا شك فيه. انت اول خطوه كدير اشنو هو؟ كتمشي كتسول على اللي بيرو فين كاينين، كتمشي تقول لهم بغيت لي بياس اللي غادي نجمع، كديبوزي لي بياس ديالك يا بخي كتمشي تقلب على الدار. عندك واحد 15 جوغ تقلب على الدار، راه اين فوق الا كديباسي 15 جوغ عطاك لا ريبونس. السلام عليكم، عطاك لا ريبونس صاحبي، عطاتك لا ريبونس وما كنتيش موفق انك تجيب الكونكومي دفونت، راه صافي خصك الدوسي راه تغيفيزا خصك تعاودو من جديد. سكيل في الحمد لله الدعم كاين لا شك في ذلك، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يبارك لكم ويسر لكم، واللي بغى يخش شي دويره يبادر يمشي يجري وجاري. وباقي لهم ربع سنين. ولكن والحمد لله فيها خير هاد ربع سنين، شحال من واحد تيكافح من اجل هاد الدويره هادي. ايوا الله يسر الجميع. الحمد لله يا ربي اخوتي، الفرحه وصلتنا الحمد لله حنا، واخا ما فيهاش الدعم مي الحمد لله داكشي اللي بغيت ربي سهل فيه. شوف باش نكونوا صادقين، الحمد لله لقانا الله واحد السيد مزيان صراحه عطاني الدعم، هو من عنده عطاني الدعم باش نجيك من الاخر. فهمتيني؟ بليسكو الدعم كاع ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يجزيه بالخير والله العظيم. وهاد الناس كاملين هادو كنقول لهم واحد المساله، عرفتي كلشي العائله كلها تيقولوا لي ساره انتم مرضيين قسما بالله، عرفتي غريب داكشي. والحمد لله ربي لقانا مع واحد السيد الحمد لله فرحنا حتى حنا في حياتنا. واللهم يسر لكم حتى نتوما الحباب ديالنا. اش نقول لكم احبابي؟ الانسان خصو يغامر، راه الا ما غمرتيش في هذه الحياه هذه راه ما دير حتى شي حاجه. ما تبقاش تقول احقا ماشي دابا بلاتي ناري، راه داكشي راه معمرك في حياتك تزيد القدام. الانسان خصو يزعم ويزيد القدام ويدير دويرته، راه هي قبل الحياه هي بصفه عامه. غير سمحتي لي ساره، سبحان الله العظيم اخوتي والله العظيم الا واحد التجربه عشاء انا شخصيا غنبارطاجيها معاكم. كنا واد الناس سيغتو الناس اللي غيشاهدوا هذا الفيديو اللي انتيغيسي بهذه المساله، اللي مهتمين بهذه المساله وباغيين دويره مساك الله يوفقهم. فاش الله عز وجل كيشاء لك واحد الامر راه كيبدا يبان لك بوادر التيسير. ولكن انا وساره راه دايرين برنامج شحال ساره شي عامين ومشينا دفعنا باش ناخذوا دوز ابارتومون، عطينا لافونس تقريبا شي 60 مليار تقريبا، ومشينا ومن بعد ريكوبيرينا فلوسنا. سبحان الله. وبعد خطرات ومشينا للديور ديال موين ستاندينغ وكنقولوا الله لونتري زوين ديزاين زوين، فين ما كندخلوا كنلقاو البني بحال سكن اقتصادي. فهمتي؟ غير هما داروا الواجهه سكتي بابا كنهضر مع الناس، ربي كان غير هما داروا الواجهه. انا كنعطيهم هاد ديزانفورماسيون باش يعرفوا، ملي كنمشي ندخل نشوف الواجهه كنلقاو داكشي بحال سكن اقتصادي. وسبحان الله تيسرات تقريبا واحد السيد عنده ريزيدونس في الهاوس ستاندينغ، دينا كنيغوسيو نيغوسيو حتى الله سبحانه وتعالى شاء واحد الدويره اللي هي فرحه العمر واللي فرحت ساره وفرحت ميم وفرحت والدها. الواحد ما يزربش في الشرا ديال اي حاجه، الله سبحانه وتعالى اللي كيشاء اي حاجه بغيتي تشريها خصك
تسول وخصك تعرف وتمشي لهنا وتجي لهنا. انت ماشي اي واحد شاف شي حاجه لا صافي. هادي خص الواحد بزاف ديال الحالات يدوز منهم عاد باش يشد في شي حاجه. والله ما يسل اي واحد. وليلي خطاكم علينا وما نطولوش عليكم. وهذا الفيديو خصوصا الناس اللي بزاف بزاف الانستغرام ديالي قالوا لي ساره بغينا شرحوا لينا فعلا بزاف ديال الميساج قريناهم على في هذا لوسونس هذا. مي الحباب ديالنا راكم دابا فهمتيو كل شيء. وليلي خطاكم علينا. ونتمنى يا ربي الفيديو الماجي اللي دائما في اي فيديو تنقولوها الفيديو الماجي ان شاء الله نتلاقاو ما بين الخوت والعائله وداك الشيء ونشوفوا الدار جديده ان شاء الله باذن الله. وليلي خطاكم علينا خوت ودعواتكم ودعوا لنا بالتوفيق والتيسير ويعني شي قال بغيتو عليه ان شاء الله.